بسم الله ما شاء الله تعالى. بسم الله. انت كنت اكثر ايات شو العين؟ ايات العين وايات السحر بجوج بجوج او السحر بزاف. شنو قالت الجمال؟ يدي هذه نعسات عليا طراتني ما قدرتش كاع نوض بها. نعم. وتنبكي بزاف تنبكي وتنبقى ندير ما تنقدرش نحبس ديك الجمعيه. الجمعيه. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا
فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى واتلوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا ما نحن فتنة فلا تكفر يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون
لمجنون ويقولون إنه لمجنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 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 أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم فقد آتينا وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى بسم الله العظيم العظيم تفر كل عين تطل كل عين ونظرة تطل كل عين ونظرة تطل كل عين تطل كل عين قوية أصابت جمالا فشوهت 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 تبطل كل عين قوية أصابت جمالا فشوهت تبطل كل عين قوية أصابت علما فضيعت أصابت علما فضيعت أصابت علما فضيعت تمطر كل عين قوية أصابت بدنا فأمرضت أصابت بدنا فأمرضت تمطر كل عين قوية تمطر كل عين قوية أصابت مالا فمحقد أصابت مالا فمحقد تمطر كل عين قوية تمطر كل عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين
ولكم فيها جمال 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 عينان نضاقتان ويجيركم من عذاب
ومن لا يجب داعي الله طيب خير ان شاء الله. اذا لما اتينا ايه ان الله سيبطله شعرتي بماذا؟
من تما بديت القفقه في رجلي ما قدرتش يديا درت لهم ها وتقف ماشي لا طيب الحسد كذلك والحسد بزاف ها طيب جيد خير ان شاء الله تعالى. طيب بالنسبه معنى هذا ان اعراض السحر لا زالت مفهوم ما دام ان كنت في ايات ان الله سيبطل وسيبطل اذا في هذه الحاله ان شاء الله تعالى تحتاج الى رقيه مفهوم تكون مطوله ان شاء الله تعالى وتكون فيها ايات السحر خاصه بالابطال يعني ايات تركيز على بطء الايات الابطال السحر مفهوم تكون طويله ان شاء الله يعني حتى مع العين والحسد كنت تتاثر كثير صح؟ اه ها؟ خاصة لما أتيت الآيات العين والحسد هذا علاقة تشويه جمع وأنت تلاحظي أن فعلا وجهي ما بقاش ماشي هو هذا يعني في تشويه في تشويه طيب والأطباء ما عرفوش هذا ما عرفوش مشيت عند الأطباء كم مرة؟ مشيت والطبيب الآخر مشيت بزاف يعني 10 مرات 11 مرة بزاف وكل طبيب يعني أدوية كثيرة أدوية كثيرة والطبيب الآخر قال لي أنا عطيت نصيحة الأطباء غيبقاو يضحكوا عليك ويدوك عفوا الطبيب الأخير عرف أن مش طبية صافي قال لي ما تبقيش مشي الآن الحال تأكدنا أن فعلا أن التشويه عنده علاقة بعين الحسد وكذلك في مسألة السحر مفهوم فأنت إن شاء الله تعالى حاليا تنسقي معي تكون رقية بإذن الله تعالى مطولة مفهوم يعني نخصصوها بعد العصر الوقت نعطيه بعد العصر بحيث ما يكونش عندي مواعيد فتكون وقت طويل إن شاء الله تعالى مفهوم باش نركز على نعرف الخادم السحر خلاص ان شاء الله تعالى باذن الله دابا انت غير خصني نعرف على اساس من واش ما نبقاش هنا ما لا لا غتمشي غنمشي لان انت دابا تقريبا المسافه ديال 12 ساعه او اكثر غادي تمشي وغتخلي رقم الهاتف ان شاء الله تعالى أيوة. الان هي تقول لك الان من دابا الوقت اللي غتجي فيه الله يسهل عليك ما تبعدش عليا الله يعطيك الصبر انا غير نخدم هادشي كلشي عنده علاقه كله بحياتي كلشي موقف لي انا دابا حياتي خير مش فهمت نعم كلشي هادشي كله هو موقف لي انا املي في الله وفيك ثم فيا ثم فيا خلاص ثم فيا طيب خير ان شاء الله تعالى يعني باذن الله تعالى نكون ان شاء الله سبب احنا نتعاون احنا اخوت ان شاء الله نتعاون امين يا رب انا كلشي هادشي موقف لي دابا ما نقدر فهمت انا عرفت شتعيني شتعيني والدار كامله ماشي انا كلشي هكا سبحان الله كلشي يعني السحر اثر في العائله كامله كلشي حتى من الصغار اللي تقراو يلاه في الاعدادي كلشي شفت كلشي متخطي الملحه متخطي المصفر متخطي كتشوفوا هادشي كتشوفوه هادشي كنا كنشوفوه حتى نهار عرفنا عاد ولا تيدار لينا يعني هادشي كتشوفوا راي عين في البيت كنشوفوه ما كما لا كتشوفوا الجمجمه تحطاوها والماء وكذا ونشوفوا داكشي الصفر ونشوفوا في الباب وحنا ما عارفينش شنو كنديروا فيه طيب. كندوزو كنتخطاو كنفيقو ما قال لي حتى حاجه خير ان شاء الله تعالى طيب انا نقول الان تخبرك الموعد اللي غتجي فيه مباشره لا باذن الله نحاول ان شاء الله يكون الاسبوع الاسبوع الجاي ان شاء الله تكون عندك حصه خلاص ان شاء الله امين يا رب هذا ايمان ان شاء الله